طيب اليوم البيئة السلبية هذه كيف يمكن لها دكتور أنه تأثر على معنويات وخاصة أداء الموظفين؟ أمين، الموضوع في غاية الخطورة بصراحة. لما نتحدث عن بيئة سلبية طبعا بدي أثر على معنويات الموظفين. دائما إحنا عندنا القانون الإداري المحفوظ، الأعمال التي تقدر تكرر، فبيئات العمل السلبية بين الزملاء فيش فيها تقدير، يعني يغيب فيها التقدير، يغيب فيها الثناء والشكر والاهتمام، مما يعني انه الزملاء فيما بينهم سيكون هناك اشكاليات. اضافه لنقطه غايه في الاهميه، وهي سرقه الانجازات والانتاجيه بين الموظفين، بمعنى انه هناك سيظهر بعض الموظفين والزملاء يسرقوا الادوات، يسرقوا انجازات زملائهم، وبعض حتى المدراء اللي ممكن هم يتبنوا هذه الانجازات، لانه فيش شفافيه وفيش عداله وفيش نزاهه في بيئات العمل الموجوده، وخصوصا ان نتحدث عن بيئه سلبيه. في نقطة في غاية الخطورة كمان أمين، هي الحالة النفسية اللي بيكون فيها الموظف. نعم. هي حالة متوترة في الغالب، لأنه يصل لحالة النزاع وعدم الاستقرار النفسي، وطبعا بينعكس على وين؟ على علاقاته الاجتماعية وبيته وأسرته. طيب دكتور محمد، مين بيتحمل هالمسؤولية؟ يعني اليوم لما أنت عم تحكي لنا أنه في نميمة، في ربما شخص يسرق إنجازات الشخص الآخر، كأنه الإدارة يعني تنأى بنفسها عن كل ذلك، ويعني تعمل بانه عندها وكلاء هن اللي عم بيوصلوا لها المعلومات بالطريقه اللي هن بدهم اياها، ما بتكون قريبه من الموظف لتفهم وين المشاكل وتحلها. احكي بصراحه هبه، عشان انا دائما بحب اكون واقعي ومن خلال تجاربنا، وانا كمستشار بدخل بالعديد من الشركات، في عندنا نوع من الادارات انا بسميه الاداره الفرعونيه، اللي هو من بيؤمن في نظريه انه كلما ازدادت المشاكل والتفرقه بين الموظفين كل ما كانت في سيطره للادارات، للاسف الشديد. وانا دائما اقول الذي يتحمل مسؤوليه هي الاداره العليا. القيادة الإدارية لأي شركة هي التي تتحمل هذه المسؤولية، لأنه في النهاية لما يكون في هذا النوع من البيئة أكيد معناته في هناك استماع سلبي، أكيد هناك غياب للعدالة والشفافية، وبالإضافة أنه في توجه عند الإدارة أنه في النهاية كلما ازداد اختلافهم فيما بينهم كلما زاد سيطرة الإدارة، وللأسف هذا الظن السيء. ولذلك الإدارات العليا تمارس هذه الأدوار، تنخفض الإنتاجية عندهم، وبعدين تصبح الكوارث عندهم، لأنه في النهاية ستموت هذه الشركة فيما بعد. وحيطوا نفسهم بأشخاص محددين هم اللي بيحددوا لهم المعلومات. صحيح. اللي لازم توصلهم للأسف يعني.